أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. الممثل الكوميدي بيل كوزبي يقاضي 7 نساء لاتهامه بالاعتداء الجنسي. سميرة سعيد تصور كليب ما حصلش حاجة من ألبوم عايز أعيش في سرابيا. مفاجأة الهند سوناي إيراني قريبا في مصر. باسل خياط يعود إلى بيروت نهاية الأسبوع الجاري. شاهد كيف كان رد فعل عمرو دياب في أول لقاء تلفزيوني له. قاد الممثل الكوميديان بيل كوبسي بزعم التشهير به قائلا انهم كاذبان عند الادعاء عليه بانه اعتدى عليهم جنسيا. وجاء في الدعوى المضاده التي اقيمت امام المحكمه الامريكيه ان النساء شهرن بشرفه وسمعته بعد ان اتهموا بالسلوك الجنسي السيء. وايضا بادرت اكثر من 50 امرأة باتهام الممثل الذي اشتهر بدوره في المسلسل التلفزيوني ذا كوبسي شو في الثمانينيات بالاعتداء الجنسي عليهن بعد ان تلاعب رؤوسهن بالمخدر والخمر. سميرة سعيد تصور كليب أغنية ما حصلش حاجة من ألبومها عايز أعيش في سيربيا مع المخرجة اللبنانية إنجي جمال خلال أسابيع، وإن المخرجة اللبنانية تفاضل بين أماكن التصوير وهناك بعد الانتهاء من المعاينة لبدء تصوير كليب الأغنية من كلمات شادي نور وألحان بلال. تتواجد سنايا البالغة من العمر 32 عام في مصر من أجل الترويج لمسلسلات جديدة حبيبي دائما الذي من المقرر أن يتم عرضه الحلقة الأولى منها يوم الأحد القادم 13 ديسمبر من الشهر الحالي. يعود الفنان السوري باسل الخياط إلى العاصمة اللبنانية بيروت مرة أخرى نهاية الأسبوع الجاري لتصوير حلقة مباشرة من التصفيات النصف النهائية من برنامج اكتشاف مواهب التمثيلية الصاعدة في الدولة العربية. تداول نشطاء على الفيسبوك فيديو نادر لأول مرة للقاء تلفزيوني أجراه عمرو دياب في بداية مشواره مع الإعلامية فريال صالح، حيث كشف وقتها عن عمره عندما وجهت له فريال سؤالا عمرك قد ايه ليرد بخجل 21 وتابع انا طالب في المعهد العالي للموسيقى.